جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: قرأت قولا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو: الإسلام يعلو ولا يعلى، ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ معنى ذلك أن الإسلام يجب أن يكون هو الظاهر، وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن المسلم يكون له العلو والتقديم على الكافر، لا يقدم الكافر على المسلم لا في المجلس ولا في الطريق ولا في أي حق من الحقوق، بل يكون المسلم هو المقدم، ويكون المسلم هو المتبوع، وغيره هو التابع. هذا هو المطلوب، أن الإسلام دائما يكون هو المقدم، وأهله يكونون هم المقدمين. نعم.